فنيه تلعب في الدرجه الاولى للنادي الاهلي، ده هدف عندي ارقى من البطوله في حد ذاتها، يعني ارقى من بطوله ان انا اخد بطوله. لا الهدف، لان زي ما قلت لك اللعيبه دي كل ما بتطلع يبقى النادي الاهلي فعلا تحس ان عنده قطاع ناشئين قوي، قطاع ناشئين بيثمر عن المجهودات اللي بتتعمل من خلال الاجهزه الفنيه والمدربين، ان بيطلع لعيبه تستحق ان هي تلعب في النادي الاهلي. لازم يبقى في تنسيق، ودي طول عمرها ماشيه في النادي الاهلي، وطول عمر القنوات دي ماشيه في النادي الاهلي، ان يبقى في تنسيق دائما بين قطاع الناشئين وفريق الدرجه الاولى، على اساس هو حتى احتياجاته. يمكن النهارده يجي كابتن محمد يقول انا محتاج عايز اشوف ولد في المركز الفلاني، انا بايد لك بحط لك ده فنيا كويس وبيشوفه. فعمليه التنسيق دي عمليه قائمه بذاتها، ما فيش قلق يعني ان شاء الله. كابتن عمرو بن مجدي بشكره، وبشكر كل الناس اللي كانت بتشتغل، وهي مساله دائما بيبقى فيها تغيير، ودي سنه الحياه. ولكن احنا لو في اي حاجه ان شاء الله من خلال التقارير اللي مكتوبه، يعني انا لسه الكلام ده سابق، لو انا من خلال التقارير الموجوده كل السلبيات لكل الحاجات اللي كانت موجوده في قطاع الناشئين، نقدر ان شاء الله نعالجها بايجابيات واجابات مثمره لمصلحه النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ما اقدرش النادي الاهلي بالذات، ما اقدرش ان انا ارفض طلب النادي الاهلي في اي موقع، وانا بقول الكلام ده بقوله علانيه، في اي موقع النادي الاهلي يحتاجني فيه انا تحت امر النادي الاهلي، لان انا ولدت في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي ومتواجد يوميا في النادي الاهلي اكتر منكم يعني. لجنه الكره زي ما قلت لها حريه الاختيار، ولها حريه ايضا انتقاء العناصر اللي هي بتشوف ان هي ممكن تتولى فرقه الشباب. وكابتن عادل عبد الرحمن كان ليه برضه، يمكن برضه اشتغل في النادي الاهلي كتير في قطاع الشباب، واشتغل في فترات كتير درجه اولى، فعنده خبره ان هو فرقه الشباب دي ان شاء الله فرقه تبقى كويسه وفرقه مميزه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى البطولات ان شاء الله. انا بقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله دائما في ظهرنا، ودائما ان شاء الله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان النغمه بتاع قطاع الناشئين ما بيطلعش، لا ان شاء الله هنطلع لعيبه للدرجه الاولى ان شاء الله يعني.